قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فنسأل الله تعالى في بداية هذا العام الجديد أن يصلح نياتنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يمسكنا بالعروة الوثقى، وأن يأخذ بأيدينا للبر والتقوى، وأن يجنبنا اتباع الهوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عام جديد ودروس جديدة وفرص جديدة، مرحلة جديدة من مراحل العمر يقطع كل منا فيها الطريق إلى الله سبحانه وتعالى على أحوال العسر واليسر والمنشط والمكره، معا إن شاء الله تعالى في هذا الطريق الذي نسأل الله تعالى أن يمضيه لنا على خير وسنة واتباع. وهذه الفرقة الثانية، مضى معنا سنتان لا شك، كنا في السنة الأولى التمهيدية جمهرة كبيرة، فاختصرت إلى أقل من النصف في السنة التي بعدها، ثم هي تختصر أيضا في هذه السنة، وسوف إن عشنا تختصر أكثر وأكثر في السنة القادمة. وهذه طبيعة الطريق، الناس لا يصبرون، يسيرون ثم تأتي العوارض، عوارض الفتن، الأشغال والإشكالات التي تعرض، فلا يثبت إلا القليل. هذا شيء نعرفه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه خلاف ما أمره إلا قليلا الذين يعني نجحوا. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قال الذين قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. إذن قليل من قليل من قليل هذا شأنك، وأنت لا تدري من أي يعني الفرق أنت، هل ممن يخرج من يعني البدايات، أم يخرج في يعني أثناء الطريق، أم يتم الله سبحانه وتعالى عليك نعمته فتصل إلى كمال النهاية. وقد عرفنا أن العبرة ليست بنقص البداية وإنما بكمال النهاية، ونحن يعني في هذا على خطر كلنا، الله أعلم من الذي يكمل، وهذا الذي أكمل من الذي يقبل، وهذا المقبول أيضا يبقى على خطر، لأنه ما دام في أثناء الدنيا قبل نهاية الطريق فإن له يعني من العوارض ما ينبغي أن يخافه. على كل حال، هذا درس جديد في المصطلح، وأنتم أخذتم في تيسير المصطلح نبذة يسيرة وإطلالة أيضا يسيرة على يعني أهم الأنواع وتعريفاتها وأقسام كل نوع وما صنف فيه.
وهذا الباب في الحقيقة من أهم أبواب العلم، لأنه لا يختلف في حجية السنة، والسنة هي الأصل الثاني من الأصول بعد القرآن، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهذا الدين يؤخذ من كتاب الله عز وجل، ويؤخذ أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، فهذا أصل العلم، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة الذين هم أعرف الناس بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني من المهم أن نؤكد على بعض الثوابت، لأنه ليس معكم الكتاب، فبدل كنا نحب أن ندخل، لأن يعني لأنه فاتنا يعني في المنهج نحو شهر، نريد أن نستدرك، لكن ما دام الكتاب ليس معك فمن المهم التأكيد على أهمية السنة. أجمع أهل العلم على حجية السنة، وأنها المصدر الثاني بعد كتاب الله عز وجل، وهذا من ترتيب يعني الشرف، وإلا فكلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أمر بهذا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال وإن تطيعوه تهتدوا، وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إلى يعني آخر الآيات، وقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فحجية السنة ليست بحاجة إلى يعني أن يتوقف عندها من عنده يعني بقية عقل أو فهم من دين الله عز وجل، بل إن الله عز وجل يعني حرج في هذا الباب حتى قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة. يعني مع ورود السنة الصحيحة، إذا استبانت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يختار يفعل أو لا يفعل، يتقدم أو يتأخر، ما دام يعني الوحي الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم قد خط له الطريق. وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم والاستسلام لشريعته و عدم التحرج مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم لأمره وحكمه، هذا شرط الإيمان، وإلا فلا يؤمنون دون يعني ذلك. إلى أن قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، هذا توعد بالفتنة ويعني الردة عن الطريق، أو يصيبهم عذاب أليم إذا يعني تخلف المسلم عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه النص كله في كتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد أيضا على هذا المعنى، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك أحدكم أن يعني يتكئ على أريكته شبعان يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه يعني من حلال أحللناه. هذا شيء يعني ينكره النبي صلى الله عليه وسلم على بعض، وكأنه يقرأ بما أتيه من الوحي ما سيحدث من بعض الفرق التي يعني تكتفي زعمت بالقرآن ويعني تترك السنة. هؤلاء لا أبقوا القرآن ولا عملوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه، أتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة، يعلمه الكتاب والحكمة. إذن لا ينبغي أن يختلف في حجية السنة، وهذه يعني مادة مستقلة تدرس فيها كتب، ويرد فيها عن أجوبة المستشرقين وأجوبة أهل البدع الذين يعني يتوقفون إما في السنة إجمالا أو في بعض يعني ما يرد في السنة كأحاديث الأحاد، أو في بعض النصوص التي لم يستطع هؤلاء أن يعني يفهموها، كبعض الأحاديث المشهورة كحديث السحر وحديث يعني فق موسى لملك العين ملك الموت، أو بعض أحاديث الشفاعة أو نحو ذلك من أفراد الأحاديث، كل هذا مردود عليه في مصنفات ماتعة، لعلنا إن شاء الله تعالى في مراحل ما بعد المعهد أن ندرس بعض هذه الكتب. إذن
هذا باب ينبغي أن نسلم له، وأنا أنصحكم بما ورد تحت هذا العنوان: حجية السنة، منزلة السنة، الإجابة عن كتب المستشرقين ونحو ذلك فيما يتعلق بهذا الباب، وفيه كتب ماتعة. أيضا ينبغي أن يعني نعنى هنا بقضية يعني تدوين السنة، فإن تدوين القرآن أمر معروف، كان للنبي صلى الله عليه وسلم كتبة وحي، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوحى الله إليه بالوحي يأمر من يكتب هذا الوحي. كثير من الصحابة مشهورون بكتابة الوحي، منهم الخلفاء الأربعة، ومنهم زيد، ومنهم معاوية رضي الله عنه، وكثير هؤلاء رضي الله عنهم كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تغشاه الوحي دعا أحدا منهم فكتب هذا القرآن، وبقي يعني مكتوبا في يعني اللخاف والعظام ونحو ذلك على الطريقة، طريقة الكتابة التي كانت موجودة، إلى أن جمع الجامع الأول في عهد أبي بكر، ثم يعني الجمع الذي يليه في عهد عثمان رضي الله عنه كما هو معروف. لكن اختلف أهل العلم أولا في تدوين السنة، ثم أجمعوا على يعني تدوينها، وأنه على تدوينها وأنه لا حرج في هذا. وجه الخلاف حديث البخاري الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. فلما أمر بهذا اختلف أهل العلم في الأول هل نكتب أو، فكان بعض الصحابة ينهى عن كتابة الحديث، والبعض يجيز كتابة الحديث، والذي ينهى ينزع إلى هذا الحديث الصحيح: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. والذي قال بل يكتب استدل أيضا بجمل من الأحاديث، من أحاديث الصحيح كحديث اكتبوا لأبي شاه رجل من أهل اليمن سمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أحفظ، اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي شاه، ورجل آخر قال له لا أحفظ، قال استعن بيمينك. وحديث البخاري أيضا من حديث أبي هريرة قال لم يكن أحد أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. هذه كلها، وحديث علي أيضا لما قيل له يعني ماذا عندكم قال ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، قيل له ما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. إذن هذه صحف كتبت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه أمر لبعض الناس بهذا، فيعني استقر الإجماع بعد يعني وقت غير طويل على مشروعية كتابة السنة. وأجابوا عن الحديث الأول لا تكتبوا عني بأن المقصود به لا تكتبوا عني في فترة الوحي، يعني في مدة نزول الوحي حتى لا يختلط القرآن بالحديث، كانوا يكتبون أولا القرآن حتى يحفظ في الصدور وفي السطور، ويتوقفون عن كتابة السنة ثم تجعل السنة في مرحلة أخرى. ومنهم من قال يعني لا تكتبوا عني المقصود به لا يكتب القرآن مع السنة في صحيفة واحدة، ومنهم من قال النهي هنا حتى لا تضل هذه الأمة عن أهم خصائصها وهي الحفظ، وإن الأصل أن العرب لهم حافظة قوية وقريحة يعني معروفة، واستعمالها أولى، والاستغناء بالكتابة قد يضعف هذه القريحة، فيكون المقصود لا تكتبوا عني لمن يعني قدر على الحفظ وكان عنده هذه الملكة فلا يحتاج أن يضعف هذه الملكة بالكتاب، ويكون الرخصة في الكتابة لمن لا يحسن هذه الملكة كهذا الرجل اليمني أبي شاه الذي قال اكتبوا لأبي شاه، وللرجل الذي قال استعن بيمينك، وهذه الطرق كلها صحيحة في الجمع. ثم استقر الإجماع على جواز كتابة السنة وتدوين السنة، والمشهور في كتب المصطلح أن أول من يعني كتبها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما أمر يعني عمرو بن حزم بأن يجمع، لكن الصحيح أنها كتبت قبل هذا، لكن يعني عناية عمر كانت مرحلة من مراحل تدوين مهمة. وإلا في حديث علي الذي سمعت قبل قليل، وهذا وما في هذه الصحيفة، وصحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة شيخه رضي الله عنه أيضا معروفة ومروية في الصحيح. وكثير من الصحابة، عبد الله بن عمرو كان يكتب كما في حديث
أبي هريرة، وهذا قبل عمر بن عبد العزيز، لكن في آخر القرن الأول يعني نقل عمر رضي الله عنه التدوين إلى مرحلة فيها نوع من يعني الضبط والعناية أكثر، حين أمر يعني رجلا من أكابر أهل العلم أن يجمع ما يتعلق بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تواتر بعد هذا يعني جيل من المصنفين لما يصنف في باب أو يصنف يعني على يجمع بعض أحاديث يعني عن بعض الصحابة أو في باب معين من الأبواب، إلى أن بدأ التدوين يعني في القرن الثالث واكتمل، صار الناس تدون. ويعني جاء الإمام مالك وجعل الموطأ، والموطأ فيه أحاديث وفي فقه البلاغات، وجاء غيره حتى صار يعني يصنف الحديث وحده، حتى صار بعد هذا جاء البخاري وبدأ خطة جديدة كيف يجمع الصحيح وحده، ومن هنا ظهرت وتواترت السنن بعد الصحيحين والسنن والمسانيد والأجزاء والمشيخات والمعاجم، وكل هذا يعني تتابع حتى صار التدوين بهذه القوة التي نراها في زماننا. لما كثر التدوين في الأول كانوا يكتبون وما كان أحد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بداية التدوين كان عبد الله بن عمرو يكتب وهو ثقة صحابي، وكان همام بن منبه يكتب عن شيخه أبي هريرة وهما من هما، وعلي يكتب. لكن كما قال ابن سيرين لما وقعت الفتنة يعني وصاروا يكذبون على النبي، قالوا سموا لنا رجالكم، بدأت الحاجة إلى علم تاني غير السنة وتدونها اللي هو علم المصطلح، لا مش أي كلام يقال نصدقه، أمر يحتاج. ومن هنا نشأ علم المصطلح اللي هو يعني علم يعنى بقواعد تتعلق بضبط المتن والسند والعناية بهما، ونشأ من هنا علم المصطلح. أيضا كأي علم نشأ قديما في الحقيقة، لم ينشأ يعني متأخرا، لكن كأي علم يبدأ إشارات يسيرة ثم بعد هذا تزيد إلى أن ينضج العلم على النحو الذي رأيناه. يعني حتى من أوائل أيام الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه لمحات من علم المصطلح، لما يأتي مثلا أبو سعيد الخدري يطرق الباب على عمر ثلاث مرات وعمر لا يرد عليه فيمشي، فعمر يعني استغرب أنه مشى، فجاء به وقال أو أبو موسى الأشعر رضي الله عنه، فجاء به وقال يعني أتأتيني على هذا، يعني ما الذي جعلك تمشي؟ قال والله أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاثا فإن أذن له وإلا فلينصرف. عمر كان أول مرة يسمع الكلام، أراد أن يتثبت، قال لتأتيني على هذا بشاهد أو لأوجعن ظهرك. فرجع ابن أبو موسى، عمر كان شديدا يرجع يرتجف بين أصحابه، وقال هل سمع أحد منكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاثة؟ قالوا كلنا سمع، فأرسلوا أصغر القوم أبا سعيد الخدري، فشهد أمام عمر أنه سمع نفس الحديث. يبقى هنا دي حاجة تتعلق بمصطلحه، أن واحد بيثبت كلام واحد ويصدق خشية أن، ونفس الكلام فعله قبل عمر أبو بكر لما جاءت الجدة رضي الله عن الصحابة أجمعين تطلب ميراثة، أبو بكر قال ما أعلم أن القرآن ذكر لك ميراثا وما علمت أن نسبه ورثك. فقال بعض الصحابة المغيرة بن شعبة قال أنا أشهد لقد ورثها النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، وستأخذون في هذه السنة المواريث في آخر منهج الفقه. إذن دي كلها مسائل لها علاقة بالمصطلح، إن الصحابة نفسهم كانوا يعني يسعون إلى التثبت وصحة الكلام وتوثيقه، هذه بدايات مصطلح مبكرة، حتى يعني كثر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الأعاجم في الإسلام واختلطت الأمور ووجد الخطأ الغير المتعمد والخطأ المتعمد، والمسألة بدأت. ولهذا بدأ بعض المصنفين يتكلم في بعض مسائل من المصطلح دون أن يتقاعد العلم. الشافعي له في كتاب الرسالة اللي هو في أصول الفقه له مسائل كثيرة لها علاقة بالمصطلح داخل أصول الفقه،
وغيره، إلى أن تم يعني بلورة الفن. وأظن هذا أخذته السنة الماضية، أن أول من صنف المصطلح الرامي الهرمزي في كتاب، فاكرين أنتوا الكلام ده بقى؟ حدث الفاصل بين الراوي والإيه؟ والواعي، مش أنتوا أخذتوا الكلام ده؟ جاء بعده الحاكم النيسابوري فصنف بعد الرامي الهرمزي، وجاء بعده بعد الحاكم مين؟ أبو نعيم، وجاء بعده مين؟ جاء بعده القاضي عياض، أيضا صنف في هذا، الخطيب البغدادي أولا وبعدين القاضي عياض، وحتى جاء ابن الصلاح اللي احنا نبدأ نشتغل عليه السنة دي، فكتب مقدمته الشهيرة، وهي من يعني أكثر ما اشتغل به أهل العلم في هذا الفن، مقدمة ابن الصلاح اللي يعني نظمها أقوام واختصرها أقوام وشرحها أقوام، واشتغل عليها كثير من أهل العلم. حافظ العراقي نظمها، وابن كثير شرحها، ويعني النووي اختصرها، ثم المختصرات تشرح، مختصر يعني النووي يشرحه السيوطي في تدريب الراوي، وهكذا. هذا كله يفترض أنكم يعني درستموه ونسيتموه أيضا، ونحن نذكركم إياه، يعني تذاكر هذه المعاني. يعني كل العلوم تثبت بالتراكم، ما ينفع واحد ياخد درس وينتهي أو كتاب وينتهي يقول أنا حفظت هذا المعنى أو درست هذه المادة أو عرفت هذا العلم، ما يأتي من أول مرة. ولهذا أنت ترى في هذا المعهد المبارك تأخذ مصطلح مرة وترجع السنة اللي بعدها مصطلح، تأخذ الأصول السنة دي والسنة الجاية أيضا نفس المادة حتى تثبت، تأخذ السنة دي نحو، ولا أخذت السنة اللي فاتت نحو وتأخذ السنة دي أيضا نحو، يعني حتى تنحو هذا النحو. وأنتم طبعا كلكم يعني نحويون، وأنا لا أشك في هذا. أنا أرجو إن شاء الله أن العلم يثبت بمثل هذه الطريقة. إذن يعني تم التصنيف بالتدرج كأي علم من العلوم، تصنيف المصطلح، وأهمية المصطلح أنه بيضبط لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسندرس فيها المقصود بالصحيح والحسن والضعيف، وما يتعلق بمعاني العلة والشذوذ، وما يتعلق بمعاني القطع والوصل والمعضل والمنقطع والمقطوع، ويعني ما يتعلق ببقية المعاني المتعلقة بتقييد المهمل، وكل هذه المعاني سوف يعني تدرس في هذا الكتاب الجامع الذي معنا اليوم وهذا أو هذه السنة. وهذا كتاب في الحقيقة الكتب لها قصص، يعني كل فن من الفنون توارد العلماء عادة على بعض الكتب التي لها شأن، فأقل من يدرس هذا العلم إلا ويمر على هذا الكتاب، حتى أن بعض الكتب تسمى أم الباب، يعني ما في واحد يقرأ في الأربعينيات ويفوت الأربعين النووي، هي أشهر الأربعينيات، ما في واحد يكتب يقرأ في يعني مجاميع الحديث ويفوت مثل رياض الصالحين مثلا، هذه موجودة في كل البيوت. كذلك كل فن من الفنون، منه فن المصطلح، أشهر ما تداوله أهل العلم مقدمة ابن الصلاح، ومن أشهر شروحها شرح الحافظ ابن كثير المسمى باختصار علوم الحديث، وإن سماه بعضهم الباعث الحثيث هذا خطأ، شرح ابن كثير اسمه اختصار علوم الحديث، وخرج من هذا الإشكال الشيخ أحمد شاكر المحقق بأنه جعل شرحه هو الذي يسمى الباعث الحثيث. منزلة كتاب ابن الصلاح يعني غنية عن التعريف كما ذكرنا لكثرة من اشتغل بهذا، وهذه أرزاق وبركات، وإلا هناك من هو يعني أفضل من ابن الصلاح وأقعد منه في الباب، ويعني أغزر منه علما، صنف في هذا الباب قبله وبعده، لكن هذه أسرار، أن يأتي كتاب معين في كل باب تجد الناس يعني يتواترون عليه، فتح لصاحب هذا التصنيف في تصنيفه حتى توارد الناس عليه وأكثر، ولا شك هذا يدل على بركة النية
وعلى يعني حسن القصد، وهذا ما نحسبه إن شاء الله تعالى في جميع علمائنا. حتى يعني نبدأ من البداية من أول حصة القادمة، لأن الوقت كما قلنا قد أخذنا ونحن بحاجة إلى وقفات كثيرة. يعني ممكن إن لم يكن الكتاب معكم نقرأ شيئا من المقدمة، حتى إذا ما جاءت الكتب أظن غدا تأتي، تكون في الأسبوع القادم معنا من بداية النوع الأول من أنواع الحديث. الطريقة التي سنمشي بها إن شاء الله أن أحدا من الطلاب يقرأ، ويعني نقوم بشرح هذا الكلام حتى يتعود الطالب أنه يقرأ. نتعودنا أن كل مرة واحد بيقرأ الكتاب كله، ممكن هذه السنة نخلي كل مرة واحد مختلف حتى تكون يعني مستعدا من قبل أن تأتي بقراءة الكتاب. أنا سأقرأ لكم يعني ما يحسن قراءته، ومن ذلك مقدمة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة. رحمه الله. أنتم ليس معكم كتب. قال: إن علم أصول الحديث وقواعد اصطلاح أهله لا بد منه للمشتغل برواية الحديث، إذ بقواعده يتميز صحيح الرواية من سقيمه، ويعرف المقبول من الأخبار والمردود. وهو للرواية كقواعد النحو لمعرفة صحة التراكيب العربية، وهو للرواية كقواعد النحو. أنت الآن عرفت بعد أن درست علم النحو كيف أن الإنسان بدون نحو لا يحسن يتكلم ولا يعرف الكلام يعني المنضبط من الكلام الملحون، وأنه إذا لم يضبط النحو ممكن أن يجعل الفاعل مفعولا، ممكن أن يجعل الكلام على غير وجهه، وبالتالي يؤدي غير المعنى الذي أراده، مجرد فقط ضبط يعني كلمة. سئل بعضهم يعني من ختنك؟ الختن يعني الصهر، فقال فلان اليهودي، فاستبشع الكلام كيف يكون هذا. قال: أنت تقول من ختنك؟ لأنه كان صح أن يقول من ختنك، من ختنك؟ قال فلان يعني صاحبنا هذا صهري الذي تزوجته يعني إليه أو تزوج إليه. فلما قال من ختنك زي ما احنا متعودين نقول كده، ما بدل ما نرفع ننصب، من ختنك؟ فقال الذي ختنني يعني الذي قام على يعني طهارتي فلان اليهودي. انظر كيف جاء الكلام في وجه آخر تماما في الفهم وفي أداء المعنى. إذا لا يتصور أن نتكلم الكلام الفصيح ولا أن نفهم يعني الكلام الفصيح، لا يتصور أن نعي كلام ربنا سبحانه وتعالى من غير أن نميز علم النحو، فبه يستقيم الكلام. وأظن السنة الماضية وأنتم دفعتكم ربما أخذته قبل ذلك السنة التي قبلها ثم يعني أعدتموه، إذن هذه المسائل يعني صارت مستوية يعني عندكم ولا إشكال فيه. قيس عليها ما نحن فيه الآن فيما يتعلق برواية الحديث. ولهذا أنت ترى الناس دائما يعني يروون من الأحاديث ما لا أصل له، ويسندون من الأحاديث ما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتجون من الحديث بما قد يقلب يعني المعنى المقصود، وقد يحيل الحقائق، وقد يعني يؤدي إلى الشرك والعياذ بالله. آفة هذا الباب هذا الذي يلحن في اللغة، أنه لا يميز بين الصحيح والضعيف. قد يروي بعض الناس أحاديث يعني هي غاية في النكار، كقولهم في الحديث من اعتقد في شيء في حجر النفعة. وما الفرق بين الشرك وبين هذا؟ من يعتقد في حجر فينفع، أو الأحاديث فيها يعني تمجيد للنبي صلى الله عليه وسلم على نحو يخرجه من حد العبودية إلى يعني الألوهية، وأن كل شيء في الدنيا خلق من نور النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أول المخلوقات، وهذا كله خلاف الاعتقاد الصحيح. أو يعني قل ما شئت مما يغير الأحكام أحيانا ويضع أحكاما جديدة، من حج فلم يزرني فقد جفاني، ونحو ذلك من المعاني العامي الأمي. أي شيء يمر عليه يعني يروي، وقد يعني يكون هذا
يعني عظيما في الديانة. ضبط هذه المسألة بأن يميز بين ما صح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرويه ويعتقده ويعمل به، وبين ما لم يصح فلا يحل روايته، بل يجب التنبيه إلى أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان صحيحا في ذاته، حين يرون كلامه صحيح في ذاته لكنه ليس حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقال على أنه من الحكم أو على أنه يعني كلام يعني جميل، وأحيانا يكون خطأ وأحيانا يكون شركا، فلا بد من التمييز. فالشيخ يقول يعني بقواعده، يعني بقواعد الحديث، يتميز صحيح الرواية من سقيمها، يعرف المقبول من الأخبار والمردود، الخبر الذي نقبله ونقول هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وما الذي ينبغي أن نرده ونقول هذا غير صحيح غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح العمل به. وهو للرواية قواعد النحو لمعرفة صحة التراكيب العربية، فلو سمي منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار لكان اسما على مسمى. ويقول يعني عايز يعمل تعريف تاني بطريقته لعلم المصطلح، يقول لو سميناه منطق المنقول، يعني علم المنطق الذي يضبط الفهم فيما يتعلق بمنقول الحديث، وميزان تصحيح الأخبار، تأتي بالخبر فتزنه على قواعد الحديث، فإذا رجح الميزان صح الخبر، وإذا شال الميزان يعني لم يقبل الخبر، لكان نسبا على مسمى. هذا وقد كتب العلماء فيه من عصر التدوين إلى يومنا هذا نفائس ما يكتب، يعني ما زالوا يكتبون إلى يومنا هذا، مع أن العلوم احترقت، العلم احترق يعني ما يتصور فيه جديد، في علوم لا تحترق متجددة زي علم الفقه مثلا، كل يوم يأتي يعني أشياء جديدة وتخترع اختراعات وترتب عليها أحكام جديدة، ويعني الفقهاء يستنبطون من النصوص العامة والمقاصد الشريعة ويجتهدون في بيان الحكم، حكم الطائرات، حكم الأطفال الأنابيب، حكم النظام العولمة، وحكم الأشياء التي يعني ما كانت في زمان النبي، لكنها يمكن من خلال قواعد الشريعة، أنواع البيوع المختلفة الجديدة التي النظام الشبكي والنظام، كل هذه المسائل لم ينص عليها يعني الشرع، لكن أصول الشرع كفيلة بأن تهدينا في هذه المستجدات. يقال هذا علم متجدد. علم التفسير أيضا ما زال الناس يستنبطون من النصوص القرآن، لأنه قال حمال أوجه ما لا ينتهي، لكن بعض علوم الآلات كهذا العلم احترق، بمعنى ما في واحد يأتي مصطلح جديد يعني يخترع فيه شيئا جديدا، هو نفس الكلام ويكرر. إذن التصانيف الجديدة فقط إما تختصر وإما يعني تشرح وإما تبين بعض المعاني وإما تعيد الترتيب والصياغة وإما يعني تقرب على حسب يعني فهم، لكن لا يخرج لا جديد في مثل هذه العلوم. ولهذا يقول قد كتب العلماء فيه من عصر التدوين إلى يومنا هذا. عصر التدوين يعني في القرن الثاني والثالث حيث اكتمل إلى يومنا هذا. من ذلك ما نجد في أثناء مباحث الرسالة للإمام الشافعي، كتاب الرسالة درستم أو ستدرسون هذه السنة في الأصول، أن الرسالة أول مدون في أصول الفقه، وكان بدايات مشروع يعني الأصول، حاول الشافعي رحمه الله أن يعني ينظر في هذا الباب بنظره الثاقب، فابتدع هذا العلم ليس من عند نفسه، هو موجود والأصول موجودة، لكن ما كان معروفا في التدوين، فجمع بعض الأمور التي لها علاقة بنفس الباب، فكان منها أمور تتعلق بالمصطلح. وفي ثنايا الأم أيضا كتاب الأم من كتب الشافعي، وما نقله تلاميذ الإمام أحمد في أسئلتهم له ومحاورته معه. سؤالات الإمام أحمد كثيرة لكثير من تلاميذه، بعضها مطبوع، كانوا يسألونه في بعض هذه المعاني، وما كتبه الإمام مسلم في مقدمة صحيح، مقدمة صحيح مسلم كلها في المصطلح. ورسالة الإمام أبي داود السجستاني إلى أهل مكة في بيان طريقته في سننه الشهيرة، الرسالة نفسها شهيرة يعني أرسلها أبو داود إلى أهل مكة وبين لهم اصطلاحه في كتابه، أن إذا سكت على الحديث فالمقصود به كذا، وما رأيته في شأن كذا فهو مقصود به كذا، هذا كله من أبواب المصطلح.
وما كتبه الحافظ أبو عيسى الترمذي في كتابه العلل المفرد في آخر جامعه ذكر أيضا كلاما في العلل، والعلل يعني من أنواع علوم الحديث، وما بثه في الكلام على أحاديث جامعة في طيات الكتاب في سنن الترمذي أيضا تجد هذا كثيرا من تصحيح وتضعيف وتقوية وتعليل، يعني الترمذي يروي الحديث على هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم منهم فلان وفلان من الصحابة وفلان وفلان من التابعين، وقال به يعني فلان وفلان من أتباع التابعين، ويذكر يعني هذه المعاني. وقد يقول هذا يعني لم يصح يشير إلى عدم يعني قوته أو يذكر علة له، هذا كله متعلق بالمصطلح وإن كان في يعني ثنايا كتاب من كتب السنة. وللإمام البخاري التواريخ الثلاث رحمه الله تعالى كبير والصغير والأوسط، ولغيره من علماء الجرح والتعديل من معاصريه ومن بعدهم بيانات وافية لقواعد هذا الفن تجيء منتشرة في تضعيف كلامهم، يعني في وسط الكلام تجد جزئية تتعلق بباب من أبواب المصطلح، كان يتكلم على المرسل ومعناه وقبوله يعني وما يتعلق بموقف أهل الفقه وموقف أهل الحديث منه ونحو ذلك، يتكلم في يعني وجه شذوذ هذا الحديث ومخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو الجماعة الثقات، يتكلم في علة خفية خفية، يتكلم في النظر في بعض المعاني المتعلقة، حتى جاء من بعدهم كل البدايات جاء من بعدهم فجرد هذه القواعد في كتب مستقلة ومصنفات عدة، أشار إلى أشهرها الحافظ ابن حجر في فاتحة شرح النخبة فقال، ونقل عنه الكلام الذي يفترض أنكم درستموه قبل هذا في تسلسل التصنيف في علم المصطلح، قال: فمن أول من صنف ذلك القاضي أبو محمد الرام هرمزي الحسن بن عبد الرحمن الذي عاش إلى قريب سنة 60 و300 في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب، والعادة من البداية لا يكون فيها استيعاب لأنه لا يسير على نسق سابق، أنا الذي يصنف في أي باب قبل أن يصنف يأتي بكل ما يعني أمكن الوقوف عليه ممن صنف في هذا ويقرأه ويستوعبه، ثم يعني يطبخ هذه المعاني كلها في رأسه ثم يخرج أحسن ما يمكن لأنه يقيس على من سبق، لكن المبتدئ لابد أنه لن يعني يكون له سابق يسير على خطاه، فسيقع بعض النقص وبعض يعني التغير عن الصورة وعدم الاستيعاب الصورة التي سيستقل، زي بالضبط كتاب الرسالة للشافعي في الأصول. والحاكم أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك على الصحيحين والإكليل والمدخل إليه في مصطلح الحديث وتاريخ نيسابور متوفى سنة 500، لكنه لم يهذب ولم يرتب لأنه أيضا في البدايات بعد الرام هرمزي، وتلاه أبو نعيم الأصبهان صاحب حلية الأولياء وغيره فعمل على كتابه مستخرجا يعني على كتاب الحاكم وأبقى أشياء للمتعقب، وجاء بعدهم الخطيب البغدادي رحمه الله صاحب تاريخ بغداد متوفى سنة 63 و400 فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية وفي في علم الرواية، وفي أدابها كتابا سماه الجامع لأداب الشيخ والسامع، وقال فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، يعني الخطيب البغدادي له أيادي بيضاء على المحدثين، يصنف في الفن الواحد مش في علوم الحديث على بعضها كتابا، في كل فن يصنف يعني مصنفا مشهورا كما ستأتي هذه المصنفات في الأبواب. فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة محمد بن عبد الغني البغدادي الحنبلي متوفى سنة 29 و600 كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، يعني لابد أن يستعين ببعض كتب الخطيب في هذا الباب، ثم جاء بعدها بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض اليحصوي الأندلسي متوفى 44 و500 كتابا أسماه الإلماع، وأبو حفص الميانجي كتابا سماه ما لا يسع المحدث جهله، إلى أن جاء الحافظ الفقيه أبو عمرو بن الصلاح
فجمع لما تولى تدريس الحديث بالأشرفية جمع كتابه المشهور علوم الحديث الشهير بمقدمة ابن الصلاح، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة. يعني ابن الصلاح اعتنى بالتصانيف المتفرقة فهضمها وجعل منه هذه المقدمة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه كتاب ابن الصلاح ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، وصار هو إمام هذا الباب وهذا الفن. قال فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه، يعني على كتاب مقدمة ابن الصلاح رحمه الله، وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك ومقتصر ومعارض له ومنتصر. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. قال فقد ظهر لك بشهادة الحافظ ابن حجر أن كتاب ابن الصلاح رحمه الله جمع شتات الكتب وعيونها من كتب الخطيب الذي هو عائل علماء الفن بعده وغيرها ممن تقدمه وتأخر، ومبلغ عناية العلماء بها نظما وشرحا واختصارا، فممن نظمها الحافظ زين الدين العراقي متوفى سنة 1600، نظم في ألفية الحديث وشرحها بنفسه، كذلك شرحها بعده السخاوي، والحافظ العراقي المذكور شرح على كتاب ابن الصلاح اسمه التقييد والإيضاح، وممن اختصرها الإمام النووي الشافعي صاحب المجموع والروضة في فقه الشافعية وشرح صحيح مسلم وغيرها من الكتب النافعة، اختصر في كتاب سماه التقريب، شرحه السيوطي في كتاب سماه تدريب الرو، تدريب الرو من أهم الكتب في هذا الفن، ومن أيضا توضيح الأفكار للصنعاني من أهم الكتب في هذا الفن. هذان الكتابان يعني كبيران وفيهما يعني جهد كبير، لا يتصور لمن أتقن هذا الباب ألا يكون مرة عليهم. ثم جاء الإمام ابن كثير الفقيه الحافظ المفسر، الفقيه الحافظ المفسر الذي ستقف على تاريخ حياته فيما بعد، يعني ترجمة له، فاختصرها في رسالة لطيفة سماها الباعث الحثيث على معرفة علوم الحديث. هذا قول الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة إن ابن كثير سمى كتابه الباعث الحثيث، والصحيح إن ابن كثير سمى كتابه شرح اختصار علوم الحديث، فأراد الشيخ أحمد شاكر أنه يعني لا يخرج عن كلام الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، فسمى تعليقه هو على كتاب ابن كثير الباعث الحديث حتى لا يبتعد عن الاسم الذي يعني، لكن التحقيق إن ابن كثير كتابه اسمه شرح اختصار علوم الحديث أو اختصار علوم الحديث، شرحه أو يعني علق عليه الشيخ أحمد شاكر كما في نسختك وسماه الباعث الحثيث. قال بعبارة سهلة فصيحة وجمل مفهومة مليحة، واستدرك على ابن الصلاح استدراكات مفيدة يبدأها بقوله قلت، فسهل على طالب الفن تناوله في رسالة وسط وخير الأمور أوساطها، يعني لا فيها يعني قال لم يختصرها اختصارا مضغوطا مختلا ولا أطالها تطويلا منتشرا مشوشا، فكانت خطوة أولى ومرحلة ابتدائية. شوف أنت لسه ما أنت استفدت كنت في أي مرحلة؟ يعني في هذا الفن دراسة الباعث مرحلة ابتدائية، هذا بداية الدراسة، وما قبله من الكتاب التيسير يعني هذا فك الخط تمهيدي. نعم، ولذلك يخطئ بعض طلاب المعهد انه بعد ما يدرس التيسير وبعدين يدرس يروح ينام بقى عليه 20 سنه ولا حاجه فينسى كل شيء. اذا ما الذي ينبغي؟ المعهد يفتح لك المفاتيح، لا يعطيك ما يعطي العلم كله، لكن يدربك على ان تنتهي من الكتاب، وهذه في حد ذاتها فائده لعلك لم تكن متعودا عليه. الكتاب يبدا الى اخر صفحه، وهذه ملكة تتربى، يعودك يعني يعرفك
انت في اثناء الدرس ان كتبت ان في هذا الباب لا يفوتنك تدريب الروض وتوضيح الافكار، دي فايده. وانت تحط في مكتب، انا ليه بقى ما اقراش تدريب الروض لوحدي بعد على هامش هذا الكتاب وانا بذاكر فيه لو كنت نبيها، او بعد السنه ما تخلص واحاول ان انا اتم حتى يثبت العلم يحتاج الى مثل هذا. انما الكتاب ينتهي ثم يعني تنسى هذا الفن، لابد من محاولة التجديد. فكانت خطوة أولى ومرحلة ابتدائية يدرسها الطالب فيرتقي منها إلى دراسة أصلها وما بعده من كتب الأئمة حتى ينتهي إلى التحقيق فيدلي بدلوه مع الدلاء. أنت تصل التحقيق معنى أنك تعرف كيف تطبق هذه المعاني وكيف تستطيع أن تمارس بنفسك يعني التصحيح أو التضعيف، هذا المنتهى. وطبعا هذا لا تصل إليه بهذه السهولة، يحتاج أن تقرأ كثيرا من هذه الكتب، يحتاج أن تقرأ كتب التخريج وكيف يعالج أئمة الفن هذا المعنى تطبيقيا وعمليا إلى أن ترسخ عندك هذه الملكة. ولقد كان الإمام ابن كثير حياة علمية حافلة بالجهد في التحصيل والتصنيف في عصر مملوء بالأكابر من علماء النقل والعقل، كما ستقف على ذلك في تلخيص سيرته من كلام ثقات المؤرخين من أهل عصره ومن بعدهم إن شاء الله تعالى. ونفس الشيخ ترجم للمؤلف ترجمة يسيرة، نحن نحيلك طبعا إلى بالذات في كتب التراجم أن تقرأ الترجمة أكثر من مرة في أكثر من كتاب من الكتب الكبيرة، هذا مجهود يعني شخصي ينبغي أن تحرص عليه، لأن قراءة التراجم مع ما فيها من تعريف العلم المترجم له ومنزلته وكيف يستفاد منه، فيها أيضا يعني وقوف على أخبار أهل العلم وأهل يعني الديانة وكيف مرت يعني حياتهم في هذا، يعني تجارب كثيرة تستفيدها وخبرات كثيرة تنتفع بها. لكن نحن نكتفي بهذه المقدمة المختصرة حتى إذا ما جئنا إن شاء الله تعالى في يعني الحصة القادمة إذا قدر الله ويسر نبدأ مباشرة في يعني الكتاب. ترجمة المؤلف بقلم الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة. نسبه وميلاده وشيوخه ونشأته. أبو الفداء عماد الدين بن عماد الدين إسماعيل بن الشيخ أبي حفص شهاب الدين عمر. كان زمان عندهم أن كل واحد يلقب بلقب، وهذه مسألة ليست يعني من السنة في الحقيقة، لأن هذه الألقاب فيها تزكية، لهذا كان شيخ الإسلام يكره أن يعني يلقب بتقي الدين، لكن هو الولد بيتولد يكنى ويلقب. يعني أنت جبت محمد تقول هذا محمد هذا أبو علي وهذا زين الدين، ما يدرك أنه سيكون يعني زين أو عضد الدولة أو شهاب الملة أو أي لقب. عادة الألقاب أن فيها تزكية، وهذا يعني خلاف ما ينبغي، لكن هذه العصور كانت يعني غلبت عليهم هذه المعاني. هو أبو الفداء عماد الدين، أبو الفداء الكنية وعماد الدين اللقب. في بعض الناس بيقرأ الكلام ده ما ياخدش من الدين إلا هذا، يعني ساب كل. أنا أعرف واحد يعني كان بادئ معنا زمان، كان إذا جلس مجلسا يقول أخوكم في الله تقي الدين أبو عبد الله، يقول اسمه، وما كملش سنتين ثلاثة وترك الدين وترك، لكن بقي تقي الدين وأبو عبد الله، وكأنه هو فهم من الدين هو أن أنا أختار لنفسي لقب وأختار لنفسي كنية، ثم يعني ما قيمة هذا إذا يعني لم أعمل بالعلم ولم يثبت الإنسان على الطريق. والإنسان لابد أن يكون مميزا، ليس معنى أنهم كانوا يلقبون بالألقاب التي فيها يعني هذا أن نتابعهم فيما لا ينبغي. طيب، ابن كثير ابن ضوء ابن كثير ابن زرع القرشي البصروي الأصل الدمشقي النشأة والتربية والتعليم. وذكر يعني أنه ولد بقرية من أعمال بصرى في دمشق سنة 1700 يعني 701، وكان أبوه خطيبا ومات أبوه في الرابعة من عمره، فرباه أخوه الشيخ عبد الوهاب وبه تفقه في مبدأ أمره، ثم انتقل إلى دمشق سنة 600 صار عنده 5 سنوات وتفقه بالشيخ برهان الدين الفزاري. 5 سنوات بدأ
يعني يدرس. المتوفى سنة 29 و700، وسمع بدمشق من عيسى بن المطعم ومن أحمد بن أبي طالب المعمر أكثر من 100 سنة، الشهيد بابن الشحنة وبالحجار متوفى سنة 30 و700، ومن القاسم بن عساكر وابن الشيرازي وإسحاق بن الآمدي ومحمد بن زراد، ولازم الشيخ جمال الدين أو الشيخ جمال يوسف بن الزكي المزي صاحب تهذيب الكمال وأطراف الكتب الستة، متوفى سنة 42 و700. يبقى صار ابن كثير كده عنده كام؟ دخل في بداية 40. وبه انتفع وتخرج وتزوج بابنته، وقرأ على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، متوفى سنة 28 و700، ولازمه وأحبه وانتفع بعلومه، وعلى الشيخ الحافظ شمس الدين الذهبي، وأجاز له من مصر أبو موسى القرافي والحسيني وأبو الفتح الدبوسي وعلي بن عمر الواني ويوسف الختني. تقرأ أسماء علماء كثير في القرية الواحدة، يعني ابن كثير تزوج بنت المزي وتتلمذ على ابن تيمية، وبالتالي رافق أيضا ابن القيم وابن رجب، وكل هؤلاء كانوا في بلد واحدة، وهذه البلدة في ذلك الوقت دمشق كانت صغيرة أصغر من بلدنا. يعني تروح في الحارة دي تلاقي ابن تيمية، الحارة اللي بعديها تلاقي ابن القيم، الحارة اللي وراهم تلاقي منزل ابن كثير، الحارة اللي قدامها تلاقي الشيخ المزي. حتى لما تقارن بين عصرك وعصر هؤلاء الناس تعرف هؤلاء جميعا في بلدة واحدة. طيب بقية الشام من فيها؟ طيب وأين علماء مصر وعلماء العراق وعلماء هذا زمن العز؟ فلو وجدنا نحن في هذه الأزمنة لكنا من عامة عامة العامة، وما كان ينبغي أن يعني يكون لنا ذكر في شيء، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الحافظ شمس الدين الذهبي في المعجم المختص: الإمام المفتي المحدث البارع، فقيه المتفنن ومفسر النقال، وله تصانيف مفيدة. وقال ابن حجر في الدرر الكامنة، يعني في ترجمة ابن كثير: اشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله، وكان كثير الاستحضار، حسن المفاكهة، سارت تصانيفه في حياته، وانتفع الناس بها بعد وفاته، ولم يكن على طريق المحدثين في تحصيل العوالي وتمييز العالي من النازل ونحو ذلك من فنونهم، وإنما هو من محدث الفقهاء. يعني اشتهر عند المحدثين ومشغول بالأسانيد، كيف أن يكون إسناده يعني عاليا، يعني بينه وبين منتهى السند عدد أقل. وهذا في الحقيقة في شيء، في نوع من الزغل، زي جماعة بتوع القرآن مثلا الآن يقول لك أنا الإسناد بتاعي أعلى إسناد في العالم. طب مش خايف على قلبك وأنت بتقول كده؟ ده أنا بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم فقط يعني كام وعشرين واحد، ما فيش حد في العالم إلا ما يزيد عني واحد ولا اثنين. طيب وأين الديانة في هذا؟ إن كان ذلك كما تقول فاجعله بينك وبين الله. فابن كثير لم يكن مشغولا برواية الأسانيد العالية، كان مشغولا برواية الأسانيد فيها تحقيق وفيها صحيح، ولو كان يعني أنزل، يعني يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني 18، لا خليهم 20 بس يكون من رواية صحيح، ما يكونش 18 فيهم واحد كذاب ولا واحد فيهم واضح. ودي يعني من معاني الديانة، لم يشتغل بما اشتغل به يعني محدثه زمانه من تحصيل العوالي، عايز الإسناد العالي على أي وجه كان. وأجاب السيوطي عن ذلك فقال: العمدة في علم الحديث على معرفة صحيح الحديث وسقيمه وعلله واختلاف طرقه ورجاله جرحا وتعديلا، وأما العالي والنازل ونحو ذلك فهو من المفضلات لا من الأصول المهمة. أنت عايز تعلم القرآن، أهم شيء تعلم القرآن لله. والله جت بقى إجازة ما جاتش إجازة، مش هي دي القضية اللي تشغله. والإجازة طلعت من طريق فلان ولا من طريق فلان الثاني، طلعت بإسناد عالي ولا بإسناد نازل، ليس هذا الذي، هذه ملح، وينبغي ألا يكون الحرص عليها، وإنما الحرص على يعني العلم وأثر العلم وثمرة العلم. ولا أن تقرأ على شيخ من أهل الديانة يعني ترى في وجهه من أثار يعني العلم والتأثر بالقرآن ولو لم يعطك إجازة أو كان إسناده نازلا، خير من أن تقرأ على محترف فقهي كما يقولون وهو أكثر الناس أو أعلى الناس إسنادا، ولا تكاد تفيد منه يعني إلا مجرد يعني الحرفة دون يعني القيام بواجب هذه المعاني.
نعود إلى ترجمته. وقال المؤرخ الشهير أبو المحاسن جمال الدين المعروف ابن تغربردي الحنفي في كتابه المنهل الصافي، الشيخ العلامة الإمام عماد الدين أبو الفداء، إلى أن قال لازم الاشتغال. الكلام ده مهم، عم تقيس على نفسك فين الملازمة. لازم الاشتغال ودأب وحصل وكتب وبرع في الفقه والتفسير والحديث، وجمع وصنف ودرس وحدث وألف، وكان له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والفقه والعربية وغير ذلك، وأفتى ودرس إلى أن توفي، واشتهر بالضبط والتحرير، وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير. وهو القائل يعني من منظومه وشعره: تمر بنا الأيام تترى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، ولا زائل هذا المشيب المكدر. معظم العلماء كانوا يكتبون يعني الشعر، ليسوا شعراء لكن ينظم الشعر، فيكون له في الترجمة يقول من مليح شعري ومما قاله، يعطيك شيئا من ذلك. وتلامذته كثيرة، منهم ابن حجي وقال فيه: أحفظ من أدركناه لمتون الحديث، كلام تلميذه في ابن كثير، وأعرفهم بجرحها ورجالها وصحيحها وسقيمها، وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك، وما أعرف أن اجتمعت به على كثرة ترددي إليه إلا واستفدت منه. وقال ابن عماد الحنبلي في كتابه شذرات الذهب: الحافظ الكبير عماد الدين حافظ التنبيه وعرضه سنة 18، وحفظ مختصر ابن الحاجب، وكان كثير الاستحضار قليل النسيان جيد الفهم، يشارك في العربية وينظم نظما وسطا. قال فيه ابن حبيب: سمع وجمع وصنف، وأطرب الأسماع بالفتوى وشنف، وحدث وأفاد، وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد، واشتهر بالضبط والتحرير. ثم ذكر شيئا من مؤلفاته، من كتبه المطولة ورسائله المختصرة، قال: ومن مؤلفاته تفسير القرآن العظيم، ولم يسميه، وإنما سماه تفسير القرآن العظيم، ولهذا اشتهر باسمه تفسير ابن كثير. وهو من أفيد كتب التفسير بالرواية، يفسر القرآن بالقرآن ثم بالأحاديث المشهورة في دواوين المحدثين بأسانيدها، ويتكلم على أسانيدها جرحا وتعديلا، فيبين ما فيها من غرابة أو نكارة أو شذوذ غالبا، ثم يذكر أثار الصحابة والتابعين. قال السيوطي: لم يؤلف على نمطه مثله. كتاب ابن كثير في التفسير هو عمدة، ويعني قبله كتاب ابن جرير لكنه طويل جدا، ولهذا لا يستغنى عن مثل كتاب ابن كثير لمن ينشد علم التفسير. ومن مؤلفاته التاريخ مسمى بالبداية والنهاية، ذكر فيه قصص الأنبياء والأمم الماضية على ما جاء في القرآن والأخبار الصحيحة، ويبين الغرائب والمناكير والإسرائيليات، ثم يحقق السيرة والتاريخ الإسلامي إلى زمنه، ثم ينتقل إلى الفتن وأشراط الساعة والملاحم وأحوال الآخرة. قال ابن تغربردي: وهو في غاية الجودة، وعليه يعول البدر العيني في تاريخه. كتاب ثالث من كتبه التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، جمع فيه بين يعني كتابي شيخيه المزي والذهبي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، هذا كتاب المزي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي، فجاء الشيخ ابن كثير فجمع بين الاثنين في كتاب التكميل مع زيادات مفيدة في الجرح والتعديل. وكتاب الهدي والسنن في أحاديث المسانيد، أو الهدي والسنن في أحاديث المسانيد والسنن المعروف بجامع المسانيد، جمع فيه بين مسند أحمد والبزار وأبي يعلى وابن أبي شيبة، أربع مسانيد مشهورة، مع الكتب الستة الصحيحين والسنن الأربعة، ورتبه على الأبواب، يعني جمع أشهر كتب السنة في كتاب واحد. ومنها طبقات الشافعي مجلد وسط ومعه مناقب الشافعي، ومنها تخريج أحاديث أدلة التنبيه في فقه الشافعي، وخرج أحاديث مختصر ابن الحاجب الأصلي، وشرع في شرح البخاري ولم يكمله، وشرع في كتاب كبير في الأحكام لم يكمل، وصل فيه إلى الحج. دائما في كتاب التفسير لو تقرأ، وهذا ذكرناه في كتابنا الأحكام الكبير، وقد يشير أيضا في التفسير إلى شرح البخاري. واختصر كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث، وهو هذا الذي معنا، الكتاب الذي معنا،
ومرتبته في كتب ابن كثير يعني مرتبة متأخرة إذا ما قارنته بكتاب التفسير وكتاب التاريخ ويعني كتاب التكميل وكتاب جامع المسانيد. يعني يأتي هذا الكتاب من ألطف كتبه ويعني أقلها حجما، مع أن فيه بركة جعلته يعني رأس في كتب المصطلح أو رأسا. قال الحافظ: وله فيه فوائد، يعني كتاب الذي بين أيدينا، ومسند الشيخين يعني أبا بكر وعمر جمع مسانيد الشيخين، والسيرة النبوية مطولة، ست ابن كثير أيضا ذكرها في تفسيره في سورة الأحزاب في قصة غزوة الخندق يعني أشار إليه، ومنها كتاب المقدمات ذكره في مختصر مقدمة ابن الصلاح وأحال عليه، ومنها مختصر كتاب المدخل للبيهقي كما ذكروا في مقدمة هذه الرسالة، ومنها رسالة في الجهاد مطبوعة. وأما وفاته فقال صاحب المنهل: توفي يوم الخميس 26 من شعبان سنة 74 و700، عن 74 سنة. قال الحافظ ابن حجر: وكان قد أضر، يعني فقد بصره في آخر حياته رحمه الله ورضي عنه. هذا ما يتعلق بترجمته، ولا يغني هذا عن أن تراجع هذه الترجمة في يعني بعض أهم الكتب التي تعنى بتراجم أهل العلم، وهذا يعني باب مهم. تقرأ في الدرر الكامنة لابن حجر له ترجمة، في الشذرات أيضا له ترجمة، في كتاب المتغري بردي، في المنهل الصافي، في يعني غير ذلك من الكتب. قبل الكتاب أيضا عندنا مقدمة للشارح أو المعلق اللي هو الشيخ أحمد شاكر صاحب الباعث الحثيث، نقتطف منها شيئا، يبين يعني قصة الكتاب. إن شيخ الأزهر يعني عد لجنة لوضع المناهج في علوم التفسير والحديث على أن تكون هذه الكتب للمعاهد الدينية، ويعني اختار جماعة من أفزاز أهل العلم وجعل الشيخ أحمد شاكر معهم، وقامت اللجنة بما ندبت إليه من يعني وضع الكتاب أو من وضع المناهج للمعاهد الأزهرية. فكان مما اختارته هذه اللجنة لتدريس المصطلح هذا الكتاب اللي هو اختصار علوم الحديث، وقررت دراسته كله في كلية أصول الدين وبعض أنواعه في كلية الشريعة. قال الشيخ: وهو كتاب فذ في موضوعه، ألفه إمام عظيم من الأئمة الثقات المتحققين بهذا الفن، وجعل يتكلم على نسخه، وأن اللجنة لما وافقت على الكتاب ولم يجد الطلاب نسخة يعني منه مناسبة، بل لم يجدوا نسخا أصلا لتعذر الوصول إليه، يعني أشير على الشيخ أحمد شاكر ومن المحققين أن يجتهد في طبع الكتاب، فجمع بعض نسخه ويعني قام بتصحيحها إلى أن خرج هذا الكتاب في هذه الصورة. قال: أحب أن أشير هنا إلى فائدة هذا العلم الذي سمي بهذا الاسم المتواضع مصطلح الحديث، وأثره في العلوم الشرعية والتاريخية وغيرها من سائر الفنون التي يرجع في ثباتها إلى صحة النقل والثقة به. فإن المسلمين اشتدت عنايتهم من عهد الصدر الأول بحفظ أسانيد شريعتهم من الكتاب والسنة بما لم تعن به أمة قبلهم، فحفظوا القرآن ورووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا آية آية وكلمة كلمة وحرفا حرفا، حفظا في الصدور وإثباتا بالكتابة في المصاحف، حتى رووا أوجه نقطه بلهجات القبائل، ورووا طرق رسمه في المصاحف، وألفوا في ذلك كتبا مطولة وافية، وحفظوا أيضا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كل أقواله وأفعاله وأحواله، وهو المبلغ عن ربه والمبين لشرعه والمأمور بإقامة دينه، وكل أقواله وأفعاله وأحواله بيان للقرآن، وهو الرسول المعصوم
صلى الله عليه وسلم. والأسوة الحسنة يقول تعالى في صفته: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويقول أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عمرو يكتب كل شيء يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فنهته قريش فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق. يعني لا يتحرج في أن يكتب كل ما وجده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر المسلمين في حجة الوداع بالتبليغ عنه أمرا عاما، فقال: وليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. على كل حال، مقدمة المصنف الشيخ أحمد شاكر يعني بقي فيها جزء أطول مما قرأناه، أنا أنصحك بمراجعتها، وأنصحك أيضا بالتحضير، لأنك قد تقرأ، قد يقع عليك الاختيار في القراءة، فاقرأ يعني عدة صفحات من المقدمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا.